احمد محمد محمود. انا مصاب من هما بتوع الاتوبيس، تلاقي في الاتوبيس ما حسيتش الا لقيته قاعد يلعب يرقص، مره واحده جه على جنبه ما قدرتش بنفسي لما جيت المستشفى. ماشي، لا مش طبيعي، كان عمال يتمرجح من السواق. حادثه مثلا حوالي 2:30، حوالي الساعه 2:30 3، الكوتش اللي في عربيتي الاسعاف كان انا طالع من الاتوبيس مغمى عليا، الخبطه اللي هي هنا دي ما قدرتش باي حاجه لما جيت ركبت عربيه الاسعاف فوق، وبعد كده نزلت علينا على الاستقبال على طول. كنت من الاقصر متجه للقاهره يعني، صح كده؟ اه، من الاقصر متجه للقاهره. كان في عدد كبير الميكروباص طبعا. طبعا كان كتير، اه عدد كبير. ما اعرفش الحاله اللي عندي ايه بالظبط. هو بس لكن انت اللي عندك يعني.